السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعرف مع بعض أهم المستندات المطلوبة وشروط التقدم لمعاش تكافل وكرامة. الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التضامن بدعم الأسر الفقيرة والأشد احتياجا، وكان برنامج تكافل وكرامة أحد أهم الوسائل للوصول إلى هذه الأسر، وكذلك معاش التضامن كمنحة لهم لمساعدتهم في ظل ظروف تداعيات فيروس كورونا. أهم المستندات اللازمة للتقديم لمعاش تكافل وكرامة: أول حاجة صورة بطاقة الرقم القومي للزوجة أو الزوج المتقدم، صورة أو صور شهادة الميلاد الخاصة بالأطفال وذلك من عمر يوم واحد حتى عمر 18 سنة، إفادات من المدارس بشأن الأطفال من عمر 6 سنين إلى 18 سنة، آخر 3 إيصالات كهرباء، صورة بطاقة التموين حال وجودها، وصورة من قسيمة الزواج. دي أهم المستندات المطلوبة للتقديم لبرنامج تكافل وكرامة. في حالة وفاة الزوجة أو الزوج يتم تقديم شهادة الوفاة ضمن المستندات، كما أنه في حال الطلاق أيضا يتم تقديم صورة قسيم الطلاق، وكذلك من ضمن الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة يتم إرفاق صورة من الكوميسيون الطبي حال وجود عجز. أهم شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة: يشترط في المتقدم للحصول على برنامج دعم تكافل وكرامة أن يكون غير موظف بأي جهات حكومية أو قطاع عام أو خاص، أن يكون المتقدم غير مؤمن عليه، أن يكون المتقدم ليس له معاش ضماني. أما بخصوص قيمة المعاش لبرنامج تكافل وكرامة بالنسبة للأسر: 325 جنيه لرب الأسرة، 60 جنيه لطالب الابتدائي، 80 جنيه لطالب الإعدادي، و140 لطالب السنة. بالنسبة للمسنين الغير قادرين على العمل يحصل الفرد على 350 جنيه والفردين على 700 جنيه، وثلاث أفراد كحد أقصى يحصلون على 1050 جنيه. دي أهم الشروط اللي يجب توفرها وأهم المبالغ المالية اللي هيحصل عليها الأفراد في كل أسرة من برنامج تكافل وكرامة، وربنا يوسع الجميع ويرزق الجميع ويخفف عن الأسر الفقيرة عناء الفقر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.